أهلا بكم من جديد في برنامج ثنايا الخبر. تحدثنا في المحور الأول عن تقدم قوات النظام بريف إدلب الجنوبي الشرقي وقصفها المكثف على المناطق السكنية، وفي المحور الثاني نناقش الحجز الاحتياطي على أموال شركة MTN للاتصالات وأثار زيادة الرواتب على حركة الأسواق في مناطق النظام. لكن قبل ذلك نتابع أبرز وآخر التطورات لهذا اليوم. مراسل حلب اليوم في جنيف يقول بأن وفد النظام في اللجنة الدستورية المصغرة خرج من قاعة الاجتماعات وتوجه إلى مكان إقامته إثر خلافات على التوقيع على جدول أعمال. قوات النظام مدعومة بالطائرات الروسية تسيطر على عدة قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. أكثر من 100 عائلة سورية تخرج من مخيم الهول جنوب مدينة الحسكة بعد كفالتهم من قبل وجهاء عشائر، وجميعها تنحدر من محافظة الرقة. توتر أمني في بلدة كناكر بريف دمشق الغربية على خلفية انتشار عبارات جدارية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام وفق ما ذكره موقع صوت العاصمة. مقتل 4 أطفال وإصابة 8 سيدات جراء انفجار مستودع ذخيرة لميليشيا إيرانية بمدرسة في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي وفق صحيفة جسر المحلية. محكمة القضاء الإداري في مصر ترفض دعوى تطالب بترحيل السوريين الذين دخلوا إلى البلاد بطرق غير شرعية. مرحبا بكم من جديد إلى المحور الثاني من برنامج ثنايا الخبر. نناقش الآن الحجز الاحتياطي على أموال شركة MTN للاتصالات وآثار زيادة الرواتب على حركة الأسواق في مناطق النظام. أصدرت وزارة المالية التابعة لحكومة النظام قرارا بالحجز الاحتياطي على شركة MTN للاتصالات في قضية غرامات مالية وصلت لـ20 مليون ليرة. نتابع التقرير التالي. شركة MTN ثاني قطبي شركتي اتصالات خلوية لا ثالث لهما في سوريا تواجه الحجز الاحتياطي على أموالها. وزارة المالية في حكومة النظام أصدرت قرارات بالحجز الاحتياطي على أموال الشركة وكل من رئيس مجلس إدارتها ونائبه وأربعة آخرين وأعضاء في مجلس الإدارة نتيجة قضايا جمركية بلغت غراماتها 20 مليون ليرة سورية. موقع الاقتصادي أوضح أن القرارات الصادرة أشارت لمخالفة جمركية، وهي الاستيراد تهريبا لبضائع غراماتها 4,700,000 ليرة إضافة لغرامة أخرى بلغت أكثر من 15 مليونا. MTN اعتبرت في بيان لها أن الحجز الاحتياطي على أموالها لا يتعدى إجراء قانونيا روتينيا بسبب وجود قضية أو مطالبة مالية معلقة أو قيد المتابعة لضمان تسديد للجهات العامة. البيان شدد على أن الحجز مقتصر على الأموال المطالب بها فقط وليس على كافة أموال الشركة. بيان الشركة لم يوضح سبب لجوئها لاستيراد البضائع تهريبا بطرق غير نظامية تحرم خزينة نظام الأسد من عائد مالي هو بأشد الحاجة إليه في وقت تواصل ليرة سوريا انهيارها. هذا القرار جاء عقب سلسلة من الإجراءات المماثلة بحق مسؤولين سابقين لدى نظام الأسد ورجال أعمال آخرين. وتعود ملكية شركة MTN العالمية لرجل الأعمال اللبناني طه ميقاتي، بينما يمتلك رامي مخلوف ابن خال رأس النظام بشار الأسد غالبية أسهمها في سوريا. ويبقى معنا الصحفي مصطفى السيد من ألمانيا، وأيضا أرحب بضيفي مالك الحافظ الكاتب والمحلل السياسي من عمان ينضم إلينا. لو عدت إليك أستاذ مصطفى، يعني قرار بالحجز الاقتصادي على أموال شركة MTN، كيف تنظر إلى هذا القرار؟ ثلاث عصافير بحجر واحد. العصفور الأول اللي هو حملة التضليل حول عمليات مكافحة الفساد، يعني شركة MTN أو سيرياتيل، MTN اللي أرباحها يعني بحدود 6 مليار ليرة، معنا محتاجة تهرب ب 4.5 مليون ليرة سوري، يعني الأرقام تدعو يعني الابتسام سخرية، يعني لأنه يعني كل الإدارة الجمركية بأمرها، وشركة MTN والسيرياتيل أدخلت كل معداتها
بالمرحلة الأولى والثانية ما كان في قانون بيسمح بإدخالها، لأنه ما كان في أصلاً عقد لهاي الشركات مع الحكومة السورية، يعني دخلت على أساس بس تجربة نعم واستمرت بالعمل ضمن عقود تفبركت فيما بعد يعني. فعمليا المسألة الأولى هي مسألة أنه هي غير المسألة بالأصل، يعني هي زعبرة. المسألة الثانية هي الضغط على طه ميقاتي وضغط على الشارع الطرابلسي في الثورة اللبنانية، باعتبار أنه مجموعة طه ميقاتي عندها مشاريع جيدة بالمجتمع الأهلي في طرابلس، وهو ضغط مباشر على طرابلس وضغط على السنة في طرابلس تحديدا. هذا الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة هي أن المجموعات اللي كانت متضررة من عمليات اللي تمت بمكافحة الفساد بسيريا تيل، يعني مجموعة رامي مخلوف وشركاه والناس اللي متحالفين معه ضد مجموعة زوجة بشار الأسد نعم أسماء الأخرس، نعم لأنه الحملة الأولى كانت أسماء الأخرس، نعم أو يحكى أنه أسماء الأخرس كانت خلفها. فهي هي حملة مضادة داخل هذا، لكن المستفيد الرئيسي نعم هي لكن يعني الحملة، لكن حملة أستاذ مصطفى، التضليل يعني العام، معظم أسهم شركة ام تي ان هي لرامي مخلوف أيضا. حملة التضليل العامة هي ما حدا راح يقرب على أموال رامي مخلوف، يعني هي عملية تضليل لأنه بدهم يمسكوا الحرامية الصغار اللي نشأوا خلال فترة الحرب ومنظومات الشبيحة اللي دخلت على خط النهب الوطني. يعني تم تصفية أكثر من 30% من مجموعات النهب اللي كبرت يعني فوق نعم الحد المسموح فيه، تحت غطاء أنه الكل تحت، يعني تحت الضرب. نعم لو انتقلت إليك أستاذ مالك الحافظ، يعني هل تتفق مع رؤية الأستاذ مصطفى السيد بأنها ليست موجهة إلى رامي مخلوف، أم أن فعلا السيل وصل اليوم إلى الشركات التابعة له؟ نعم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. يعني برأيي الموضوع يحتمل أو يأخذ جانبين، الجانب الأول هو يندرج طبعا ضمن حملة الدعاية التي يقوم بها النظام، الدعاية التي القائلة أن هناك حملة مكافحة فساد على رجالات داخل النظام أو حتى أيضا متنفذين في وزارات معينة. طبعا هذا الشق لو تحدثنا حوله، ان هناك فعلا حملة مكافحة، هذا الرقم، يعني الرقم الذي تحدثت عنه انت، انه هو رقم بسيط جدا ولا يعني يندرج ضمن هذا السياق. الشق الاخر وبرايي هو الاكثر ترجيحا، واتفق جزئيا مع الاستاذ مصطفى، يعني بخصوص اسماء الاخرس رامي مخلوف. طبعا رامي مخلوف هو يملك حصة الاسد بالام تي ان، وايضا لديه سرقة تيل، ولكن يعني لو قارنا ما بين الحملة التي استهدفت جمعية البستان لرامي مخلوف والبيانات او حتى المنشورات على صفحة الجمعية الرسمية، تتشابه مع البيان الذي اعلنته ام تي ان. برأيي الموضوع يتعلق ب مشغل اتصالات جديد تم الحديث عنه مؤخرا، تسعى له أسماء الأسد لتأسيسه أن يكون ذو هوى غربي أكثر ما هو أن يكون يعتقد الغرب أن هذه المشغلات أو حتى هناك نفوذ إيراني ضمن المشغل، بما أن رامي مخلوق يعتبر أو يحسب على النفوذ الإيراني. فبالتالي أعتقد أن تحجيم الام تي ان وارد خلال الفترة القادمة، بعيدا عن مسألة الدعاية لمحاربة الفساد، ولكن الأمر يتعلق بشكل أكبر بإضعاف الام تي ان، حتى ممكن أن يكون هناك إنهاء للام تي ان في الفترة اللاحقة بالتزامن مع إعلان المشغل الجديد. طبعا تتولى شركة إيماتيل، وهي بشكل أو بآخر تتبع الأسماء الأساسية. نعم يعني أستاذ مصطفى، بالعودة إليك، منذ متى تجرؤ مؤسسات النظام يعني على التعرض لشركات تابعة للأسد أو مخلوف؟ ما الذي تغير اليوم؟ إذا كانت اللعبة تقتضي تجرؤ، طار آصف شوكت هو وكل المجموعة الأمنية أو الخلية الأمنية الكبرى برمشة عين وبعز الدين الظهر، وما اهتزت الأمور.
هذا النظام لديه القدرة على مواصلة العمليات بشكل مستمر، لأنه عمليا ما في اهتزاز لخلية الفساد السوداء يعني. يعني مثل ما تفضل الأخ تحدث عن أنه نعم فيه مصالح جديدة يتم إنشائها عبر أسماء الأخرس، هاي المصالح الجديدة ضمن السيناريو المستقبلي لما بعد مرحلة الانتقال السياسي. نعم، سنكمل في هذه الحلقة وبعد الفاصل كيف تبدو الأوضاع في مناطق النظام عقب قرار زيادة الرواتب؟ الله الله، شباب ليه حاطين الكرسي عكس السيستم؟ هلا صار على السيستم. إذا كنت متابع للقوانين والقرارات والأخبار الجديدة في تركيا فأنت ماشي صح على السيستم. كل القرارات والأخبار والخدمات اللي بتهمكم في تركيا رح أخبركم فيها أول بالأول. تابعوني في برنامج سيستم على قناة حلب اليوم الفضائية وعلى منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا بكم من جديد في برنامج ثنايا الخبر. نناقش الآن الحجز الاحتياطي على أموال شركة MTN للاتصالات وأيضا آثار زيادة الرواتب على حركة الأسواق في مناطق النظام. أفاد مراسل حلب اليوم بارتفاع الأسعار في الأسواق ضمن مناطق سيطرة النظام عقب مرسوم رأس النظام بشار الأسد بزيادة الرواتب بنحو 26 دولار أمريكي. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الليرة السورية انهيارها أمام العملات الأجنبية، حيث سجل الدولار في السوق السوداء بدمشق 763 ليرة للمبيع 760 ليرة للشراء، فيما سجل اليورو بدمشق 840 ليرة للمبيع 835 للشراء. في حلب بلغ سعر الصرف للدولار 761 ليرة للمبيع و758 للشراء، أما الليرة التركية فسجلت 132 ليرة للمبيع و130 ليرة للشراء. أعود للترحيب بضيوفي من عمان الكاتب والمحلل السياسي مالك الحافظ وأيضا من ألمانيا الصحفي مصطفى السيد. لو أبدأ معك أستاذ مالك، يعني الأسعار تواصل الصعود مع انهيار الليرة، يعني ارتفعت بحسب الأسواق اليوم 30%، هل رفع الرواتب اليوم هو الخيار الأمثل؟ نعم، يعني باعتقادي طبعا انهيار العملة لا أعتقد أنه سيوقف الانهيار، انهيار العملة عفوا سيستمر. زيادة الرواتب لا تعني شيئا، يعني الزيادة أساسا يعني لا تساوي شيئا بمقابل ارتفاع الأسعار، وهو أيضا سيزداد، هناك ارتفاع أكثر من 20% في الأسعار في مناطق سيطرة النظام. هذا هذه الزيادة لا تفيد المواطن بشكل أو بآخر. ما زالت طبعا العوامل التي أدت إلى هذا الانهيار مستمرة وآخذة في التوسع، يعني لدينا عدة آثار سلبية
سنشاهدها في الأيام القادمة. أيضا لدينا العوامل الأساسية يعني استمرار أمد الصراع، التوسع الذي يحكم الآن في الشمال، أيضا هذا يتأثر به موضوع تدهور الليرة، هناك زيادة ضغوط على الإيرانيين، أيضا السوق اللبنانية والحراك اللبناني أيضا يتأثر. السوق اللبناني كان يؤمن نسبة كبيرة من الدولار في السوق السوداء للنظام السوري، فبالتالي هذه العوامل استمرارها يعني تدهور مستمر. ولكن أيضا هناك آثار سلبية نشاهدها وترتبط بالحديث عن الزيادة في الرواتب، هناك انخفاض في القوة الشرائية، هناك الغلاء مستمر، البطالة موجودة ومتفشية بشكل كبير، المواطنون لا يستطيعون الحصول على السلع، لا يستطيعون شراء الغذاء والدواء، يعني كل ذلك يؤثر بشكل مباشر على استقرار المجتمع. فهذه الزيادة التي لا تتجاوز 25 دولار يعني هي يعني محاولة، أعتقد محاولة بائسة من النظام. طبعا سيحاول تعويضها من خلال الموازنة، طبعا هناك بعض من الليرات والرواتب توزع فقط في العملة المحلية، وبالتالي ممكن أن يعوض من خلال الموازنة، لكن ما هي الفائدة على المجتمع؟ أعتقد هي الفائدة غير موجودة، ما زالت هناك الأسباب والعوامل الرئيسية التي أدت إلى التدهور وما زال التدهور حاصل، بالتالي الحلول غير موجودة، الحلول مبهمة بشكل أو بآخر. هناك عدة خيارات، عدة حلول ممكن أن يلجأ لها النظام، إن كان اللجوء بطباعة أوراق بعملات أكبر، إن كان هناك طبعا يعني برنامج اقتصادي، لكن هذا البرنامج الاقتصادي يجب أن يكون مدعوم دوليا حتى يجذب المستثمرين، غير ذلك لا يمكن أن يكون. طبعا الحل الرئيسي أو أساس الحل هو اللجوء إلى حل سياسي جدي وحقيقي، بعد الحل السياسي هو سيطلب الاستقرار الاقتصادي. نعم، يعني أستاذ مصطفى، اليوم هذا الرفع للرواتب طال الموظفين، لكن ماذا عن باقي فئات الشعب من غير الموظفين وأيضا موظفي القطاع الخاص؟ هي مزرعة، يعني لو دولة كل هذا السلوك ما بيصير، السلوك المزرعة أو سلوك منظومة النهب اللي عم تنهب المزرعة. المشكلة إنه منظومة النهب اللي عم تنهب المزرعة الآن فقدت أهم موردين من موارد القطع الأجنبي اللي هن النفط والغاز والفوسفات. النفط وضعت إيد أمريكا عليه يعني بشكل علني ومباشر بالتعاون مع بعض القوات من فئة معينة. الغاز والفوسفات تحت السيطرة الروسية بشكل مباشر، ولا يوجد عائدات مباشرة بالقطع الأجنبي للحكومة السورية الآن، لأنه التصدير بالأصل هو بحدود الدنيا، ولا يوجد لدى الحكومة السورية أي من منشآتها عندها سلع قابلة للتصدير، وإذا كانت قابلة للتصدير فحساباتها مجمدة، وإذا كانت قدرت تصدر وتأمن حسابات أخرى ما في سلع للتصدير أصلا. نعم، يعني ومع هذا الحال أستاذ مصطفى، كيف ترى الوضع القادم اقتصاديا في مناطق سيطرة النظام؟ ما هو بس مناطق سيطرة النظام، الانهيار الاقتصادي متواصل بسوريا كلها، ولا يوجد تجربة تستحق يعني النظر لها بأمل. يعني المناطق اللي كانت تحت سيطرة قسد عانت الآن كمان من اختلالات مفجعة، يعني هي كانت نسبيا اقتصاديا مرتاحة شوي لأنه الانفاق الخارجي كبير فيها والموارد الذاتية كبيرة، ورغم هيك نشأت منظومات نهب عند قسد متطورة عن منظومة النهب اللي كانت بدمشق. كذلك منظومات النهب اللي عم نشوفها على الطرقات كلياتها بدون استثناء من شمال أقصى نقطة في شمال البلاد إلى أقصى نقطة في جنوب البلاد، هاي الحواجز هي حواجز نهب بدون، لأنه ما عم تستطيع تأمن الأمن للمناطق كلياتها، يعني سواء في إدلب أو في نعم. هل ستواصل يعني أستاذ مصطفى، هل ستواصل الليرة اليوم انخفاضها؟ هناك من يتوقع بأن تصل الليرة يعني إلى 1000 ليرة مقابل الدولار الواحد، ما هو رأيك بهذا الكلام؟ الانهيار متواصل الآن للليرة، إضافة لأنه في تخلي عن الليرة، يعني هذه موجة الضعف اللي عم تعاني منها الليرة الآن، في يعني هذا السلوك التخلي هو راح يكون سلوك جمعي
بالتالي راح تزيد الانهيارات اكثر بكثير من هاي الارقام اللي عم ينحكى فيها، لانه ما في امل والشروط واضحه للخروج من هاي الدوامه. نعم. اعاده القرار للشعب السوري مثل ما حكينا للاستاذ السيد سجري قبل شوي، ونفس الشيء بنحكي لابن الاسد، يعني نفس العباره، يجب اعاده القرار للشعب السوري. بدون اعاده القرار للشعب السوري، نعم، كل هذه الدوامات هي دوامات موت وقتل واسود، يعني ما نعم. في ما في شيء مشجع عندكم يعني. نعم، لو عدت لك استاذ الشعب السوري واعاده احياء العمليه السياسيه واعاده تسليم السلطه بشكل واضح ومباشر وعلني للشعب السوري لاعاده بناء مؤسساته واعاده بناء مستقبله من شان انشاء نعم. مستقبل امن لاطفاله. غير هيك ما راح يستمر الحراميه، يعني نهبوا بما فيه الكفايه، وحتى اللحظه يعني لا شفنا لا يعني مجموعه النهب القديمه جابت $10 من حساباتها خارج البلاد، يعني استثماراتهم بأوروبا واستثماراتهم بروسيا وبروسيا البيضاء وسويسرا وبالجزر نعم. بالجنات الضريبية وبأمريكا اللاتينية. نعم، وصلت الفكرة مزاهرة. أستاذ مصطفى، نعم نعم، لو عدت إليك يعني أستاذ مالك، اليوم هناك مطالب لدى الشارع الموالي في مناطق سيطرة النظام يعني بخفض سعر الصرف، ما مدى قدرة النظام على ذلك؟ يعني المصرف المركزي طبعا دعا اليوم لجلسة التدخل، دعا المصارف الخاصة لعقد جلسة يوم غد، يعني هذا التدخل ممكن أن يخفض سعر الليرة، سعر الدولار مقابل الليرة بعض الشيء، ولكن الانخفاض الكبير غير وارد حاليا. هذا الاعتراف طبعا يعني ايضا رئيس النظام، يعني حينما تحدث في لقاء تلفزيوني ان السيطره على بعض المناطق التي كانت خارج عن سيطره حكومته، يعني هذا ادى ايضا الى سوء وضع الليره السوريه، الحوالات وعمل المنظمات التجاريه، وبالتالي التدخل البسيط يعني او التدخل للمصرف المركزي سيكون تدخل بسيط. طبعا ثقه المواطن مفقوده في الليره السوريه حاليا، وبالتالي حتى لو كانت هذه الجلسه تنتج اي تغير طفيف، لكن المواطن سيلجا الى سحب الدولار اكثر، تغيير عملته قدر الامكان، وبالتالي يعني لا يمكن التعويل على التدخل من قبل المصرف، رغم انه هذه طبعا يعني هذه سابقه خلال الفتره الحاليه لم يكن هناك اي تدخل سابق للمصرف المركزي. طبعا النظام كان يسعى دائما الى شرعنه الوجود اقليميا ودوليا من خلال رفع العقوبات وللوصول الى تمرير اموال اعاده الاعمار. هذا ما يسعى له النظام، وهذا ما سيؤثر ايجابا على الليره السوريه وايضا عوده المستثمرين واقامه الاستثمارات، وهذا يتعلق ايضا باعاده الاعمار اضافه الى برنامج جديد مدعوم يعني على الصعيد الاقتصادي طبعا. نعم نعم، شكرا لك. وأيضا إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة لحلقتنا من ثنايا الخبر. تحدثنا في المحور الأول عن تقدم قوات النظام بريف إدلب الجنوبي الشرقي وقصفها المكثف على المناطق السكنية، وفي المحور الثاني تحدثنا عن الحجز الاحتياطي على أموال شركة أنتيل للاتصالات وأثار زيادة الرواتب على حركة الأسواق في مناطق النظام. أود أن أشكر ضيوفي مالك الحافظ الكاتب والمحلل السياسي من عمان، أيضا الصحفي مصطفى السيد من ألمانيا، ومراسل حلب اليوم من الحدود التركية السورية دياب الحمدو، أيضا مصطفى سجري القيادي في الجيش الحر من اسطنبول. شكرا لكم لحسن المتابعة. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. إلى اللقاء.